يقول إن زوجتي وضعت قبل رمضان بحوالي 10 أيام، وقد أخذت حوالي 10 أيام من شهر رمضان لم تصم ولم تصلي، ثم أصبحت بعد ذلك تطهر يوم أو يومين فتصوم وتصلي ويأتيها الدم فترة من يوم إلى آخر، فهل تحسب لها الأيام التي تصومها رغم أنها مواصلة الصوم في جميع الأيام التي تطهر فيها والتي لا تطهر فيها؟ آمل الإجابة على ذلك، والله يهديني وأنتم وجميع المسلمين إلى الصواب. الجواب: الأيام التي يكون مع المرأة فيها جريان دم بسبب الولادة لا يصح أن تصومها ولو وقعت لما صح الصيام، والأيام التي يحصل فيها انقطاع دم وتصومها فصيامها صحيح. وبالله التوفيق.